تعرف أبرامز M1 بأنها دبابة قتال رئيسية دخلت الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1980، ويصل وزنها إلى 73 طناً ومسلحة بمدفع من عيار 120 مليمتر. أما سرعتها القصوى فتبلغ 68 كيلومتراً في الساعة، وقوة محركها 1500 حصان، ويتكون طاقمها من 5 أفراد. وتحتوي الدبابة على أنظمة حماية مقاومة للمواد المتفجرة، ويبلغ مدى مدفعها 4 كيلومترات، ويمكنها حمل 40 قذيفة من عيار 120 مليمتراً وأكثر من 11,000 طلقة رشاش. ومن مميزات هذه الدبابة أنها صممت لحرب المدرعات الحديثة، فضلاً عن أن خزان ذخيرتها منفصل في غرفة الإطلاق لضمان سلامة أمن الطاقم. وتعمل هذه الدبابة بنظام محرك مختلف عن الدبابات التقليدية، لأنها تملك محركاً نفاثاً يعمل على وقود الطائرات، وهو ما يجعل تكلفة تشغيلها وصيانتها أعلى من باقي الدبابات. ومن شأن هذه الدبابة أن تحدث فرقاً ميدانياً لصالح الجيش الأوكراني بسبب القدرات القتالية التي تملكها.